بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم معنا في منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. معاكم النهاردة مستر أحمد جمال، مدرس الماث، محافظة الجيزة، مدينة 6 من أكتوبر. إن شاء الله النهاردة يا أولاد هنتكلم على درس جديد من دروس الألجبرا، وهو The Set of Irrational Numbers Q داش. Q وعليها شرطة أنا هسميها Q داش. دي سيت جديدة أول مرة هناخدها السنة دي. قبل بس ما ناخدها تعالوا مع بعض كده نفتكر حاجة. لو أنا كان عندي روت 4 كنت باجي أحسب روت 4 كان بيديني 2. ليه؟ لأن أنا كنت بقدر أكتب الـ 4 دي عبارة عن 2 مالتبلاي 2، فهو كان بياخد واحدة بس يطلعها لي من تحت الإيه؟ السكوير روت. نفس الكلام روت 9 عبارة عن 3. ليه؟ لأن أنا كنت أقدر أكتب الـ 9 هي عبارة عن 3 مالتبلاي 3 وكنت باخد واحدة بس من تحت السكوير روت. كنت ساعتها بسمي ال 9 وال 4 بيرفكت سكوير نمبر. يعني ايه بيرفكت سكوير نمبر؟ يعني اقدر اكتب النمبر 4 ده على شكل 2 سيميلر فاكتورز اللي هي 2 باي 2، وكنت اقدر ساعتها اخد لها السكوير روت. يعني انا ما كنتش اقدر اخد سكوير روت لاي نمبر مش بيرفكت سكوير. يعني مثلا لو انا جيت دلوقتي اخد روت لل 5، هل ال 5 دي اقدر اكتبها على شكل 2 similar factors؟ لا ما اقدرش، يبقى انا ما اقدرش اخد لها السكوير روت. لما كنت اكتبها كالكليتور كانت هتفضل بنفس الشكل بتاعها روت 5 او هتتحول لديسمالز كتير. نفس الكلام ده كنت هطبقه على الكيوبيك روت. لو انا الكيوبيك روت مثلا لل 8، ال 8 دي كنت اقدر اكتبها ايه؟ 2 باي 2 باي 2. الكيوبيك روت كان بيطلع لي واحده بس من تحت الكيوبيك روت، يبقى كيوبيك روت لل 8 تطلع 2. ولو انا طبقت الكيوبيك روت هنا على ال 125 كنت اقدر اكتبها على شكل 3 سيميلر فاكتورز، ادي 5 باي 5 باي 5، وكنت باخد واحده بس من تحت الكيوبيك روت تطلع 5. جربت دلوقتي اخد كيوبيك روت لنمبر مثلا زي ال 7، هو انا اقدر اكتب ال 7 ده على شكل 3 سيميلر فاكتورز زي ما عملت مع ال 8 او ال 125؟ لا ما اقدرش، عشان كده ما كنتش اقدر اخد كيوبيك روت لل 7 وتفضل زي ما هي بنفس المنظر ده بالكيوبيك روت او بالديسيمالز كتيره. وكنت بسمي ال 8 او ال 125 دول بيرفكت كيوب. بيرفكت كيوب ايه؟ نمبرز. يبقى انا ما كنتش اقدر اخد الكيوبيك روت الا البيرفكت كيوب نمبرز، ولا كنت اقدر اخد السكوير روت الا لبيرفكت سكوير نمبر. لو حاولت اخد سكوير روت لنمبر مش بيرفكت سكوير هيديني بالمنظر ده روت. لو حاولت اخد الكيوبيك روت لاي نمبر مش بيرفكت كيوب كان برضه هيديني الشكل ده بالكيوبيك ايه؟ روت. طب يا ترى النمبرز اللي طلعت لي دي اللي هي كيوبيك روت 7 او الروت ال 5 او عندي نمبرز كتيره جدا زي روت 2 كيوبيك روت 3 كيوبيك روت نيجاتيف 4، كل النمبرز اللي قدامي دي ها موجوده فين؟ هل موجوده في الناتشورال نمبر مثلا؟ لا. طب هل موجوده في الانتجرز؟ برضو لا. طيب الراشونال؟ لا، لان الراشونال النمبرز بتاعتها ما كانتش بالشكل بتاع الروت. مال النمبرز دي موجوده فين؟ النمبرز دي موجوده في سيت جديده اللي احنا هناخدها النهارده ان شاء الله، اللي هي اسمها irrational numbers. irrational ايه؟ numbers. تعالوا بقى نشوف كده الديفينيشن بتاع ال irrational numbers ده بيتكلم عن ايه. ادي عندي اهوت irrational numbers، بيقول لي there is another set of numbers which are not rational numbers. يعني مش rational. This set is called the set of irrational numbers and it is denoted by Q dash. ايه بقى Q dash؟ Q شرطة دي اسمها Q dash، ده symbol بعمل بيه تعبير عن ال irrational ايه؟ numbers. بيقول لي خلي بالك ان ال Q and ال Q dash يقصد بيها الراشونال وال irrational are disjoint sets. كلمة disjoint sets دي أخدناها قبل كده في primary 5 لما أخدنا السيتس مع بعض،
دي معناها ان مفيش كومن اليمنت ما بين الكيو والكيو داش. عمرك ما تلاقي نمبر بيلونج للكيو وفي نفس الوقت النمبر ده بيلونج للكيو داش. معنى كده ايه؟ ان الكيو انترسكت الكيو داش ايكوال فاي. دي علامة الانترسكشن. اقصد بالانترسكشن هي الكومن اليمنت ما بين الكيو والكيو داش. معنى ان الكيو انترسكت الكيو داش ايكوال فاي، يبقى استحاله تلاقي اي كومن اليمنت، اي حاجه مشتركه ما بين الكيو والكيو ايه والكيو داش. تعالوا نكمل. بيقول هنا اكسرسايز نمبر 1، كومبليت يوزنج وان اوف ذا سيمبلز كيو او كيو داش. الثري، 3 ده نمبر عادي جدا، كلنا عارفين ان هو بيلونج للكيو. طب نمبر 2 روت 3، اكتب كده روت 3 على الكالكوليتر هتلاقي اداك، لو دوست ايكوال هتلاقي اداك ايكوال روت 3، او لو حاولت ان انت تحوله بزرار الاس دي على الكالكوليتر عشان تعمل له كونفرت للديسمال 4 برضه هيديك ديسمالز كتيره جدا جدا. يبقى وانا مغمض النمبر ده كيو اي داش. طب نمبر 3 ال9، ال9 ده هو النمبر، يبقى ده كيو عادي. طب نمبر 4 روت ال 9، اكتب روت 9 على الكالكوليتر هتديك ايه؟ 3. طالما طلع لي 3 يبقى النمبر ده كيو. طب نمبر 5 نيجاتيف 8، برضه ده نمبر عادي سواء بوزيتيف او نيجاتيف، ده عادي كل ده في الكيو عادي، ده راشونال عادي. طب كيوبك روت نيجاتيف 8 ده لو كتبته على الكالكوليتر هتدي لك نيجاتيف 2، ده برضه كيو. طب ال 5 برضه راشونال. طب كيوبك روت 5 هتلاقي لو دوست كيوبيك روت 5 وحولتها على كالكوليتر هتلاقي ادالك ديسمالز كتيره جدا لحد اخر الشاشه. معنى كده ان النمبر ده موجود عندي فين يا ولاد؟ ها؟ في الكيو داش اللي هي الايراشونال ايه؟ نمبرز. بعد كده كيوبيك روت نيجاتيف 9 نفس الكلام برضه هتلاقي ادالك ديسمالز كتيره بس المره دي بالنيجاتيف، برضه هيبقى كيو ايه؟ داش. طب لو انا كتبت لك علامه الباي، ها؟ الباي دي بيلونج لمين؟ للكيو ولا للكيو داش؟ ايه ده، هي مين الباي دي؟ الباي دي اخدناها قبل كده لما خدنا في برايمري 5 وبرايمري 6 السيركمفرنس اوف سيركل، وبعد كده اخدنا الاريا اوف سيركل. يعني ما احنا قلنا ان ده كونستانت الفاليو بتاعه ب 22 اوفر 7 او 3.14. بس خلي بالك التو فاليوز دول كانوا ابروكسيميتد فاليو، يعني مش هو ده الفاليو الفعلي بتاعه. لو انت ركزت على الكالكوليتر هتلاقي عندك في زرار تحت كده جنب الزيرو مكتوب عليه علامه الباي، لو دوست عليه ودوست ايكوال هتلاقيه اداك ديسمالز كتيره جدا جدا جدا، ده معناه ان الباي بيلونج للايراشونال نمبر اللي هي الكيو داش. ها؟ طب لو باي اوفر 2 برضه كيو داش، لو 3 باي، اي حاجه ليها علاقه بعلامه الباي اللي قدامك دي يبقى وانت مغمض ده بيلونج للكيو داش اللي هي الايراشونال ايه؟ نمبرز. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي هنا اكسرسايز نمبر 2، فايند ان approximated value for each of the following numbers. Number 1 root 11. Root 11 ده عايز يعمل له approximate to the nearest hundreds. Hundreds الكلام ده احنا خدناه قبل كده، خدناه امتى؟ خدته قبل كده، خدت ال approximation دي في primary 4 و primary 5 من زمان شويه، بس تعالوا نفتكرها مع بعض. قبل بس ما ابدا ان انا اعمل approximation عايز افكرك بس بحاجه، ان انا كان عندي two groups، ادي السمول وادي البيج، او كنت بتسميهم بقى بور وريتش، التسميه بالنسبه لي مش فارقه. السمول جروب دي كان مين الاليمنت اللي جواها؟ كان الزيرو والوان والتو والثري والفور. طب البيج جروب كان مين اللي جواها؟ لا ثانيه واحده، دي الفور وهنا البيج جروب جواها ادي الفايف والسكس والسفن وادي الايت وادي الناين، هما دول التو جروبس بتوعي اللي انا كنت بشتغل عليهم. تعالوا كده الاول نعمل كونفرت الروت 11 ده نخليه بالديسمال، وبعد كده نبدا نعرف التو جروبس اللي انا كتبتهم لكم دول اللي هي السمول والبيج هيشتغلوا ازاي وايه الفرق بين الاثنين. لما اجي اعمل كونفرت الروت 11 على الكالكوليتر هتلاقيه اداك 3.316 وفي ديسمالز كتيره بعد كده، انا مش محتاجها دي كلها، كفايه عليا 3 ديجيت بس بعد الديسمال بوينت. هو هنا عايز يعمل ابروكسيميت تو ذا نيرست ايه؟ تو ذا نيرست هاندردز. كلمه هاندردز دي يبقى بيتعامل مع
ها الديسمال بارت، طالما لقيت تي اتش كده يبقى بيتعامل مع الديسمال ايه بارت. طب هاندردز يبقى عايز كام ديجيت افتر الديسمال بوينت؟ عايز 2 ديجيت، ادي 1 2 وامسك الثيرد اعمل عليه سيركل جميله كده، وارجع بقى اسال نفسي هو 6 ده من السمول جروب ولا من البيج جروب؟ لو ركزنا اهو ال 6 اهو قدامي، ها من البيج جروب. طب البيج جروب ده كان بيعمل ايه؟ هيعمل اد 1، هيعمل بلس 1 للديجيت اللي قبليه، يعني بدل ما يبقى 1 هيبقى 1 بلس 1 يبقى 2. يبقى انا دلوقتي عملت الابروكسيميشن، ادي علامه الابروكسيميشن بتاعتي هتبقى 3.32. طيب بعد كده نمبر 2 كيوبيك روت 7، تعالوا الاول نعمل كونفرت كده لكيوبيك روت 7، نجيبها بالديسمال هتبقى 1.912. هو عايزها تو ذا نيرست ايه؟ 10th. 10th بيعمل كاونت ديجيت واحد افتر الديسمال بوينت اهوت، ويعمل سيركل على الديجيت اللي بعديه اهو ال1. ال1 ده من السمول جروب. طب السمول جروب بتعمل ايه؟ ولا بتعمل اي حاجه، هتتشال هي واللي بعدها، وال1 ده ما ياثرش على الناين اللي قبليه، دي تبقى عباره عن 1 بوينت بس، ايه 1 بوينت ايه 9. وكده ابقى خلصت الابروكسيميشن. اه انت كده خلصت الابروكسيميشن. تعالى بقى عندي في نمبر 3 بيقول لي كيوبيك روت لنيجاتيف 9، تعالوا نعمل كونفرت كده الاول ده بالديسمال هتلاقيه اداك نيجاتيف 2.080، برضه تو ذا نيرست ايه 10th. يبقى انا ال 10th بيقول لي ايه؟ بعد الديسمال بوينت اعمل كاونت الديجيت وامسك اللي بعده، ادي ال 8، ها سمول ولا بيج؟ لا ال 8 اهي بيج، تعمل ايه في الزيرو؟ تعمل له بلس 1. يبقى كده اهوت هيبقى نيجاتيف 2 بوينت، بدل ما كان 0 هيبقى 0 بلس 1 بقت نيجاتيف 2.1. صعبه كده؟ يبقى تاني البيج جروب بيعمل بلس 1 للديجيت اللي قبليه، وهو وكل اللي بعده بيتشالوا، لكن السمول جروب ها ما بيعملش حاجه في الديجيت اللي قبليه، وهو وكل اللي بعديه بيتشالوا وينزل ال 1.9 بس. اكسرسايز نمبر 3 هنا بيقول لي فايند تو كونسيكتيف انتجرز. ايه ده؟ كونسيكتيف انتجرز اصلا يعني ايه؟ كلمه كونسيكتيف انتجرز يعني تو انتجرز متتاليين ورا بعض، زي ال 2 وال 3، زي ال 4 وال 5، زي النيجاتيف 2 والنيجاتيف 3، اي تو انتجرز ورا بعض. For each of the following numbers to be included between them. بيقول لي روت 5، عايز يعرف روت 5 ده مين التو انتجرز اللي هو مكانه بينهم. تعالوا الاول نعمل كونفرت الروت 5 ده كده بالديسمال وبعد كده نتكلم. روت 5 ده هو عباره عن 2.23. طبعا في ديسمالز كتيره، بس انا مش عايز كل الديسمالز الكتيره دي، كفايه عليا 2.23. لو انت حبيت تعرف مين هم التو انتجرز اللي روت 5 انكلودد بتوين ذيم، خد الهول نمبر ده اللي هو ال 2، وخد اللي بعديه اللي هو ال 3. هقول له كده the two numbers are ال 2 وال A وال 3. فيها مشكلة دي؟ يبقى تاني أنا بعمل convert ال root 5 بالديسمال واخد 2 digit after الديسمال بوينت. ماليش علاقة بقى بالديسمال ده خالص، أنا ليه علاقة بال whole number، بال whole part اللي هو ال 2. خده ومن اللي بعد ال 2 ال 3، يبقى after 2 3 يبقى 2 3 هم دول ال 2 integers أو ال 2 consecutive integers اللي root 5 included between them، يعني أنت لازم هتلاقي إن root 5 ما بين ال 2 وال 3. نمبر 2 روت ايه؟ روت 12. نعمل كونفرت الروت 12 برضو نفس الكلام بالديسمال هيدينا 3.46. ماليش علاقه بالديسمال، انا عيني على الهول نمبر اللي هو 3. ها مين هم التو نمبرز بتوعه بقى؟ ها اللي فاهم هيقول، يبقى 3 وبعد 3 4، يبقى التو انتجرز بتوعي هم 3 والايه وال 4. ادي روت 10 هنا، روت 10 قصدي كيوبيك روت 10، اعمل له كونفرت بالديسمال هيبقى 2.50. ماليش علاقه بالديسمال، ليه علاقه بال 2. ها هاخد ال 2 واللي بعد ال 2 اللي هو ال 3، يبقى ال 2 انتجرز بتوعي هم ال 2 والايه يا اولاد وال 3.
بعد كده عندي كيوبيك روت نيجاتيف 20، اعمل لي كونفرت الاول ليها بالديسمال تطلع نيجاتيف 2.71. ها اخد بقى هنا مين هما التو انتجرز؟ ادي اهو، هاخد النيجاتيف 2 ها النيجاتيف ايه يا اولاد؟ النيجاتيف ايه؟ 3. نيجاتيف 2.71 انكلودد بتوين نيجاتيف 2 ونيجاتيف ايه ونيجاتيف 3. بعد كده عندي في نمبر اكسرسايز نمبر 4، اف اكس از ان انتجر، عرفنا خلاص الانتجرز اللي هي الزد اللي هي ال1 وال2 وال3 وكمان ال0 وكمان نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، كل دي اللي هي الزد اللي هي الانتجرز. بيقول لي هو الاكس واحد من النمبرز دي، عايز الفاليو بتاع الاكس ان اتش اوف ذا فولوينج، عايز يعرف الاكس بكام. نمبر 1 روت 2 جريتر ذان اكس وليس ذان اكس بلس 1. احنا اتفقنا انا مش هتعامل مع روت خالص، انا هعمل له كونفرت بالديسمال الاول، اول ما هشوف الروت هعمل له كونفرت بالديسمال عشان ابدا ايه افهم اتعامل معاه ازاي. روت 2 بالديسمال هتدينا 1.41. السؤال ده زي السؤال اللي فات بالظبط، انا ماليش علاقه بالديسمال، انا ليه علاقه بالهول بارت اللي هو ال1، يبقى الاكس هنا الفاليو بتاعه ب1، سهله اهي. نمبر 2 روت 80 جريتر ذان اكس وليس ذان اكس بلس 1، انا برضو نفس الكلام هعمل كونفرت لروت 80 بالديسمال هتدينا 8.9، ماليش علاقه بالديسمال انا هياخد ال8، يبقى الاكس هنا ايكوال 8. نمبر 3 كيوبيك روت 5، اعمل كونفرت كده الكيوبيك روت 5 هتدينا 1.7، في ديسمالز كتيره انا مش محتاج الديسمالز الكتيره دي كلها، ها هياخد الهول بارت اللي هو ال1، يبقى على طول الاكس الفاليو بتاعه ب1. نمبر 4 كيوبيك روت 50، ادي عندي كيوبيك روت 50 بالديسمال فورم هتبقى 3.68. ها اعمل سيركل على 3 يبقى الاكس هنا ايكوال كام يا اولاد؟ 3. صعبه كده؟ عندي بعد كده اكسرسايز نمبر 5، بيقول لي فايند ذا فاليو اوف اكس ان ايتش اوف ذا فولوينج كيسز اند ديترماين وذر اكس بيلونج تو كيو اور اكس بيلونج تو كيو داش. يعني هو عايز يعرف الاكس بكام، بعد ما نخلص نطلع الفاليو بتاع الاكس هنقول له والله الاكس ده نمبر موجود في الكيو اللي هي الراشونال ولا نمبر موجود في الكيو داش اللي هي الراشونال ايه نمبر. طبعا الانسر هنا هتختلف على حسب الفاليو بتاع ايه بتاع الاكس. تعالوا نشوف في نمبر 1 5x سكوير ايكوال 10. طيب دي بالظبط كده ده الفورم بتاعت الايكويجن اخدناها قبل كده، انا محتاج ان الاكس يكون لوحده من غير ال5 ومن غير ال2. طب ايه الريليشن ما بين ال5 والاكس؟ 5 ملتبلاي اكس، انا هودي ال5 الناحيه الثانيه بالعكس، عكس الملتبلاي ايه الديفايد، يبقى اكس سكوير ايكوال 10 اوفر 5، يبقى اكس سكوير ايكوال كام؟ 10 ديفايد 5 ب2. طيب هودي باور 2 الناحيه الثانيه ازاي؟ ها اكس هو عباره عن ها اوديه بالسكوير روت، صح كده؟ اهو روت 2، صح اللي انا كتبته ده؟ ولا في حاجه ناقصه؟ ها الناس تفتكر، ها في ايه ناقص؟ البوزيتيف والنيجاتيف. خلي بالك بقى لما يبقى عندك اكس باور 2 هتودي باور 2 الناحيه الثانيه بالسكوير روت، اوعى تنسى البوزيتيف والنيجاتيف روت. طيب انا كده طلعت الفاليو بتاع الاكس، واضح جدا طبعا ان روت 2 ده نمبر بيلونج للكيو داش. خلاص كده؟ هو مش عايز غير كده، عايزك تقول له هو الاكس بعد ما طلعته كيو ولا كيو داش؟ انا قلت له ان ده خلاص كيو داش. اللي بعده نمبر 2، طب نكتب اللاين ده فوق عشان مدير على الاجابه دي اهوت. ادي الاكس هكتبها تاني، هو عباره عن بوزيتيف او نيجاتيف روت 2 وده بيلونج للكيو داش. في نمبر 2 بيقول لي x minus 5 between two bracket وعليها باور 3 equal 1.
طول ما عندك باور على براكت اوعى تتعامل مع اللي جوه البراكت قبل ما تتخلص الاول من باور 3 ده. طب انا عايز اودي باور 3 الناحيه الثانيه، ها عكس باور 3، هودي باور 3 بايه يا اولاد؟ ها بالكيوبيك روت. يبقى الاكس ماينس الفايف ايكوال كيوبيك روت لل1، يبقى الاكس ماينس 5 كده كده كيوبيك روت ل1 هيطلع برضو ب1. عايز الاكس لوحده لسه معاه النيجاتيف 5، نروح الناحيه الثانيه ببوزيتيف 5، يبقى الاكس هو عباره عن 1 بلس ال5 ايكوال 6. طبعا ال6 ده بيلونج تو ايه؟ بيلونج تو كيو. نمبر 3 اكس باور 3 ايكوال 125، دي سهله جدا، اودي باور 3 الناحيه الثانيه بالكيوبيك روت، يبقى الاكس هو عباره عن ادي الكيوبيك روت ل 125، يطلع الاكس بتاعي ايكوال 5. النمبر ده موجود في الكيو ولا كيو داش؟ لا طبعا الكيو، الراشونال نمبر. نمبر 4 بيقول لي 3 اكس باور 3 ايكوال 27، ها هودي ال 3 دي الاول، ها عكس الايه؟ عكس الباي، ما هو هنا في 3 باي، انا بودي عكس الباي ناحيه ثانيه بالديفايد، يبقى اكس باور 3 هو عباره عن 27 اوفر 3، يبقى اكس باور 3 هو عباره عن 9. ها اودي باور 3 الناحيه الثانيه عكس الباور 3 الكيوبيك روت، يبقى الاكس هو عباره عن كيوبيك روت لل 9. ولو انت جيت كتبت كيوبيك روت 9 على الكالكوليتور هتديك ديسمالز كتيره، معنى كده ان النمبر ده في الكيو ولا كيو داش؟ ها راشونال ولا ايه راشونال؟ لا طبعا الراشونال ايه؟ نمبر اللي هو بيلونج للكيو داش. نيجي بعد كده لاكسرسايز نمبر 6، بيقول لي فايند ان كيو داش ذا سوليوشن سيت اوف ايتش اوف ذا فولوينج ايه ايكويشنز. يعني انا النمبر بتاعي لازم يطلع في الكيو داش، لازم يطلع يا اما بالسكوير روت يا اما بالكيوبيك روت. طب لو طلع حاجه غير كده لا، اقول ان السوليوشن سيت تبقى ايكوال 5، لان انا شارط عليك ان لازم الانسر تطلع في كيو داش. اهم حاجه في الايكويشن تخلي بالك انا شغال فين. نمبر 1 اكس سكوير ايكوال 13، هودي باور 2 الناحيه الثانيه بايه؟ بعكس الباور 2 بالسكوير روت، يبقى الاكس هو عباره عن بوزيتيف او نيجاتيف روت 13. مش هغلطك تاني بقى بالبوزيتيف والنيجاتيف، اول ما تودي باور 2 لوحدك كده حط بوزيتيف ونيجاتيف قبل السكوير روت. طبعا النمبر ده ها موجود في الكي في الكيو داش اهي، يبقى عادي جدا السوليوشن سيت بتاعتي ايكوال، افتح البراكت بتاع السيت، ادي روت 13 كوما والنيجاتيف روت ايه يا اولاد؟ 13. نمبر 2 اكس باور 3 ايكوال 16، هودي باور 3 الناحيه الثانيه بالكيوبيك روت، يبقى الاكس هو عباره عن كيوبيك روت 16، يبقى الاكس هو عباره عن ايه؟ هو هي دي خلاص، هو ده اخره، هتيجي تكتبه هنا هتلاقي ادالك ايه؟ ديسمالز كتيره، يبقى خلاص ما اكتبش حاجه. فعلا النمبر ده موجود عندي فين؟ في الكيو ايه داش، يبقى السوليوشن سيت بتاعتي هتبقى عباره عن كيوبيك روت 16. يا مستر انا هكتب الكيوبيك روت جوه السوليوشن سيت؟ طالما انا هنا يبقى انت السوليوشن بتاعتي ادي السوليوشن سيت اهيت، هتبقى عباره عن كيوبيك روت للايه؟ لل 16. سيبها لي بالمنظر بتاع الكيوبيك روت ده. نمبر 3 2 over 5 x باور 2 equal 25 over 2. طيب الاكس هنا معاه باور 2 ومعاه كمان ال 2 over 5 بالمالتبلاي. اول حاجه هوديها هودي الاول 2 over 5 الناحيه الثانيه عكس المالتبلاي، اوديهم بالديفايد، يبقى الاكس سكوير هو عباره عن 25 over 2
ديفايد باي 2 اوفر 5. يبقى الاكس سكوير ها هتلاقيها طلعت لك، نحسبها ها هتطلع كام؟ 125 اوفر 4. طب انا دلوقتي هودي باور 2 الناحيه الثانيه بالايه؟ بالبوزيتيف او نيجاتيف سكوير روت. يبقى الاكس هو عباره عن بوزيتيف او نيجاتيف، طول بقى الروت شويه عشان ده فراكشن، 125 اوفر ال 4. يبقى الاكس هيبقى عباره عن بوزيتيف او نيجاتيف، لو كتبت الكلام ده على الكالكوليتر بتاعتك هيطلع 5 روت 5 اوفر 2. طبعا النمبر ده بيلونج للكيو داش، يبقى السوليوشن سيت بتاعتي هتبقى عباره عن ايه يا اولاد؟ 5 روت 5 اوفر 2 ونيجاتيف 5 روت 5 اوفر ايه؟ over 2. نمبر 4 بيقول لي هنا ادي 2 براكت وبعد كده ايكوال 0. ايه ده؟ ايه ال 2 براكت دول؟ اه عادي. هو انا لما انا دلوقتي اجي اقول لك a multiply b ايكوال 0، يا ترى مين في دول بزيرو؟ هتقول لي والله يا مستر يا اما الاي ده هو اللي بزيرو او البي هو اللي بايه؟ بزيرو. نفس اللي انا هعمله دلوقتي. بصوا كده، هقسم كده، نعمل الاول كده عشان المساله دي ما تخشش على دي. هقسم كده البيج بتاعتي واكتب هنا كلمه اور، يا اما البراكت ده اللي بزيرو يا اما البراكت ده هو اللي بايه؟ بزيرو. يا اما اكس باور 3 بلس 5 ايكوال 0 او اكس سكوير ماينس 3 ايكوال 0. تعالوا بقى نبدا نتعامل مع ايه؟ واحد واحد. انا عايز الاكس لوحده عليه باور 3 ومعاه بلس 5، تروح الناحيه الثانيه عكس البلس ماينس، يبقى اكس باور 3 عباره عن نيجاتيف 5، وادي باور 3 الناحيه الثانيه بالكيوبك روت، يبقى الاكس عباره عن كيوبك روت النيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 5. وهنا النمبر ده كده كده انا عارف ان هو موجود فين؟ في الكيو داش اهو، بيلونج للايه؟ للكيو داش. تعالوا الناحيه الثانيه، هودي النيجاتيف 3 الناحيه الثانيه بالبلس، يبقى الاكس سكوير ايكوال 3، وادي باور 2 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف والنيجاتيف سكوير روت، يبقى الاكس هو عباره عن بوزيتيف او نيجاتيف روت 3. ونفس الكلام النمبر ده برده موجود في الكيو داش، طالما النمبر ده في الكيو داش والنمبر ده في الكيو داش يبقى انا هحط الاثنين دول مع بعض جوه السوليوشن سيت بتاعتي. اقول والله يبقى السوليوشن سيت بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ ها كيوبيك روت نيجاتيف 5 وروت 3 وكمان نيجاتيف روت 3، واقف البراكت بتاعي. وكده يبقى انا خلصت السوليوشن سيت بتاعتي واخدت الدرجه بتاعتي كامله. اكسرسايز نمبر 7 بيقول لي بروف ذات نمبر 1 root 2 is included between 1.4 and 1.5. السؤال ده لما يجي لك انا دلوقتي هدي لك ليه طريقتين، والطريقتين دول صح، هحلهم بالطريقتين، والطريقه الاسهل بالنسبه لك ابدا ان انت اشتغل بيها. اول حاجه همسك root 2 ده الاول اعمل له convert اخليه بالايه؟ اخليه بالديسمال. ادي عندي root 2 ده بالديسمال عباره عن 1.41. طب اكتب كده 1.41 اهوت. طيب مش 1.41 ده جريتر ذان مين؟ جريتر ذان 1.4. يا مستر ازاي؟ اه عادي، ما انا ده هنا 2 ديجيت افتر الديسمال بوينت وهنا 1 ديجيت، يعني الحق ان انا احط هنا 0. ونفس الكلام 1.41 ليس ذان مين؟ 1.5، ده 2 ديجيت وده ديجيت، احط 0. لو ركزت هتلاقي هنا 40 هنا 41 وهنا 50، فعلا ال 41 greater than 40 و less than 50. خلاص كده؟ بعد كده شيل بقى ال 1.41 ده خالص وحط مكانه الاصل بتاعه اللي هو كان root 2، يبقى فعلا root 2 greater than 1.4 و less than 1. يا اولاد 1.5. كده انا خلصتها وخدت الدرجه بتاعتها كامله. طب في نمبر 2 هحلها بقى بالطريقه الثانيه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي ايه بقى؟
هنا روت 11 عايز يعمل بروف ان هو انكلود بتوين 3.31 و 3.32. هنا هروح جاي مش ده سكوير روت، اروح جاي كده روت 11 ده هروح جايب له باور 2 واحسبها على كالكوليتر. ادي عندي اهوت ده يطلع ايه 11، وبعد كده احسب لي كمان 3.31 باور 2 هتديك 10.9561، واحسب لي كمان 3.32 باور 2 دي هتدي لك 11.0224. لو ركزنا بقى دلوقتي هنلاقي ان ال 11 greater than 10.9561 وليس than 11.0224. نكتب الكلام ده، اقول والله دلوقتي 11 ده greater than 10.9561 وليس than 11.0224. يبقى انا عندي هنا عملت بروف ان ال 11 greater than كذا وليس than كذا. ايوه بس انا ما خلصتش، انا هنا كاتب لك السكوير روت عادي جدا. طبق كده بقى السكوير روت على الثلاثه، ادي سكوير روت وادي سكوير روت وادي كمان السكوير روت. روت 10.9561 يردها لك لاصلها اللي هي 3.31 لسه. روت 11 سيبها لي بقى بروت 11 زي ما هي، وادي لسه 10.0224 لما تاخد لها السكوير روت هتردها لك لاصلها اللي هي كانت 3.32. ادي الطريقه الثانيه، وفعلا دلوقتي انا عملت بروف ان روت 11 جريتر ذان 3.31 وليس ذان 3.32 اللي هو فعلا كان عايزه. هو بيقول لي اعمل بروف ان روت 11 انكلودد بتوين 3.31 اند 3.32، وكده انا عملت البروف. الطريقتين دول صح، اختار الطريقه اللي انت عايزها وحل بيها. نيجي بعد كده الجزء الثاني، وهو اخر جزء عندنا هنشرحه النهارده ان شاء الله. لو انا حبيت اعمل ريبريزنت لاي روت عندك على النمبر لاين، بيقول لك كده خلي بالك تو درو ا لاين سيجمنت ويز لينث روت اي لينث يونت وير الاي جريتر ذان 1. يعني لو انا مثلا كانت روت اي دي اي روت، روت 5 روت 7 ايا كان الروت بتاعك مش فارقه معايا حاجه، بيقول لك انا لازم اتعامل مع الرايت انجل تراينجل. يبقى انا هنا بعمل ريبريزنت عن طريق الرايت انجل ايه ولا تراينجل. طب ما الرايت انجل تراينجل ده كان ليه هايبوتنس، الهايبوتنس اللي هو السايد الاوبوزيت للرايت انجل، وهو ده اللونجست سايد في التراينجل، وكان في كمان هنا سايد ده السايد اوف رايت انجل. يبقى انا عشان اقدر اعمل درو للرايت انجل تراينجل عشان اعمل ريبريزنت لايا كان النمبر اللي هيدولي بقى روت 5 روت 7 ايا كان الروت، لازم ابقى عارف اللينس اوف هايبوتنس وكمان اللينس اوف سايد. ايوه طب اعرفهم ازاي؟ اكيد في رول. بيقول لك هنا عشان تعرف اللينس بتاع السايد طبق الرول ده a ماينس 1 اوفر 2. ايه الايه ده يا مستر؟ الايه ده هو النمبر اللي تحت الروت. يعني لو انت عندك روت 5 يبقى 5 ماينس 1 اوفر 2، لو روت 7 يبقى 7 ماينس 1 اوفر 2. طب ايه ال 1 وايه ال 2؟ دول نمبرز ثابته عندك في الرول بتاعك. امال ايه اللي بيتغير؟ هو اللي بيتغير عندك اللي هو النمبر اللي تحت الرول فقط، هو ده اللي بيتغير. بعد كده الرول ده عشان السايد، طب لو انا عايز الهايبوتنس هو هو نفس الرول بس بدل ما هنا ماينس مع السايد خليها لي هنا لو سمحت بلس مع الايه؟ مع الهايبوتنس. برضو لو انا عندي روت 5 يبقى 5 بلس 1 اوفر 2، او لو انا عندي روت 7 يبقى 7 بلس 1 برضو ايه يا حبايبي؟ اوفر 2. تعال ناخد اكزامبل كده سريع عشان نقدر نفهم الدنيا دي. بيقول لي determine the point that represent each of the following numbers on the number line. عايز هنا في نمبر 1 روت 3 عايز يعرف مكانه فين على النمبر لاين. انا قلت ان انا محتاج اجيب السايد والهايبوتنس. تعالوا نجيب اللينس اوف سايد، اقول له السايد ايكوال، مين فاكر الرول؟ ها اخد النمبر اللي تحت الروت اللي هو 3 ماينس 1 اوفر 2 يطلع كام؟ يطلع 1. بعد كده الهايبوتنس، ها 3 بلس 1 اوفر 2 يطلع 2. بعد كده اعمل دروينج
بس خلي بالك بقى، هتعمل درونج عن طريق ايه؟ عن طريق الرولر والبنسل، محدش يرسمه بايده. خلاص كده؟ يبقى انت لازم يكون معاك الادوات بتاعتك. بس انا دلوقتي هعمله لك بايدي عشان انا علام، لكن انت حضرتك قدامك كشكول، هتبقى انت قدامك ايه؟ الرولر والبنسل. ادي عندي النمبر لاين اهوت، ادي الزيرو، حاول ان انت تقسم النمبر لاين بتاعك لديستانس تبقى ايكوال، وادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4، الناحيه الثانيه نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 وادي نيجاتيف 3 وادي نيجاتيف ايه 4. طيب روت 3 ده في جنبيه اي حاجه؟ يعني ايه يا مستر اي حاجه؟ يعني مثلا روت 3 بلس 1 في مثلا نيجاتيف 1 بلس روت 3، ولا روت 3 كده مع نفسه؟ لا يا مستر، ده لوحده مفيش حاجه جنبيه خالص. حلو قوي، طالما لوحده كده تعالوا نمسح دول عشان ما حدش يتلخبط بس يفتكرهم في المساله. طالما لوحده يبقى انا هطلع من هنا من عند الزيرو، هطلع من عند الايه؟ الزيرو. طب اطلع من عند الزيرو واعمل ايه؟ واعمل السايد. هو السايد يا مستر طلع كام؟ السايد عندك هنا 1 1 سنتيمتر. ماشي، اعتبر ان هو 1 سنتيمتر، ماشي، وارسم السايد اهو. وانا واقف عند البوينت اللي فوق دي بقى، افتح الكومباس بتاعك، لازم يكون معاك كومباس. افتح الكومباس بتاعك على اللينس اوف هايبوتنس، يعني لو الهايبوتنس 2 سنتيمتر يبقى انا افتح الهايبوتنس بتاعي على اللينس 2 سنتيمتر. وبعدين انا بس عايز افكرك بحاجه قبل ما دلوقتي تستخدم الكومبس. ايه هي يا مستر؟ هات لي روت 3 كده بالديسمال، هات لي روت 3 بالايه؟ بالديسمال. طب انا ليه يا مستر عايز اجيب روت 3 عندي بالديسمال؟ هقول لك ليه دلوقتي كدليل ليك بس، عشان تبقى عارف انت شغال صح ولا غلط، يعني دي مش مطلوب منك في السؤال. روت 3 ده بالديسمال هيدينا 1.73. خلاص كده؟ يبقى انا عرفت روت 3 بالديسمال بكام. وانا واقف بقى، نرجع تاني، وانا واقف هنا عند البوينت دي وفتحت الكومبس بتاعي على لينس 2 سنتيمتر، اسال نفسي هو الروت 3 ده قبليه نيجاتيف ولا قبليه بوزيتيف؟ هو يا مستر هو مفيش قبليه حاجه، معنى ان مفيش قبليه حاجه يبقى قبليه بوزيتيف، بس طبعا البوزيتيف مش بتتكتب. يبقى انا واقف هنا وفتح الكومبس بتاعي على 2 سنتيمتر، اروح واخد ارك. المفروض الارك ده لو انت شغال صح يجي لك في الجزء ده كده تقريبا، هنا في البوينت دي بالظبط. يا مستر طب عرفت ازاي يعني مع انك انت بترسم بايدك ومفيش قدامك كومبس ولا حاجه؟ هقول لك عرفت ازاي. مش انا هنا عملت كونفرت الروت 3 خليتها 1.73، يبقى انا عرفت بالتقريب كده مكان فين الروت 3 على النمبر لاين. لكن انت طبعا معاك الكومبس بتاعك هتشتغل مظبوط. بعد كده اروح اعمل جوين بالمنظر ده كده واشاور كده، اقول له هو ده والله مكان الروت 3 اللي حضرتك كنت ايه عايزه. طب تعال ناخد حاجه تانيه وهتبقى اخر حاجه ونختم بيها النهارده ان شاء الله. ادي عندي نمبر 2 بيقول لي ريبريزنت 2 ماينس روت 7 على النمبر لاين. بسرعه بقى كده هجيب السايد، عباره عن 7 ماينس 1 اوفر 2 يطلع 3، والهايبوتنس يطلع 7 بلس 1 اوفر 2 يطلع 4. بعد كده اروح جاي عامل دروينج للنمبر لاين بتاعي اهوت، طلع مظبوط اهو الحمد لله. ادي 0 1 2 3 وادي 4 وادي 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 وادي نيجاتيف 4. طيب اسال بقى الاول كده، حول لي ده كده بالديسمال ليك انت بقى، هيديك نيجاتيف 0.64. طيب اسال نفسي هو روت 7 ده لوحده زي اللي فات كده؟ لا، ده معاه 2. طب ال 2 دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا دي بوزيتيف 2. امال ايه النيجاتيف دي؟ النيجاتيف دي بتاعت الروت. يعني دلوقتي الروت ده معاه 2، يبقى انا مش هطلع من عند الزيرو، انا هطلع من عند ال 2 واعمل دروينج للايه؟ للسايد اللي هو كام سنتيمتر؟ 3 سنتيمتر اهو اهو. معلش معوق شويه عشان انا بس برسم بايدي. وانا فوق كده ادي البوينت اهيت، هفتح الكومبس بتاع الهايبوتنس اللي هو 4 سم ايه؟ 4 سنتيمتر. واسال نفسي سؤال تاني، هو الروت ده بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ لا يا مستر ده الروت ده قبليه نيجاتيف. يبقى وانا فاتح الكومبس بتاعي على 4 سنتيمتر واقف عند البوينت دي بسن الكومبس، هاخد الروت المره دي ناحيه النيجاتيف. ليه؟ عشان الروت قبليه نمبر بالنيجاتيف. المفروض لو انت شغال صح
مكان الارك بتاعك هيكون تقريبا في الجزء ده اهو اللي هو ده. وهقول لك برضو عرفت ازاي. ها ما انا اهو وانا جايبها بالبسمة اللي هو عشان ابقى انا برضو ليا الدليل اعرف ايه الريفرنس بتاعي اعرفه. اعمل بعد كده جوين المنظر ده كده وقول لي هو ده كده 2 ماينس الروت 7 وكده يبقى انت خلصت الشغل بتاعك وخدت الدرجة كاملة بتاعت السؤال. يا رب الناس كلها تكون استفادت مني، وإن شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.